أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم ساعات أجواء مستقرة في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تكاثرت بعض الغيوم المتوسطة الارتفاع وأعطت زخات محدودة من الأمطار. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول أمطار على جنوب غرب المملكة، تتراجع شدتها لكن ستبقى مستمرة، والطقس المستقر متوقع في باقي المناطق، وتستمر درجات الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة. نذهب الآن لاستعراض وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة، درجات الحرارة تكون حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يكون الطقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار لكن بارد بشكل لافت خلال ساعات الليل، خاصة فوق القمم الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية، فيما يكون الطقس دافئ إلى حار نسبيا في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، بقايا للحالة السابقة التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية. تتراجع فرص الأمطار خلال يوم الأربعاء، ويميل الطقس للاستقرار في عموم مناطق المملكة خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة يسود الطقس صافي 11 درجة مئوية، الملموسة 9، رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، طقس صافي يوم الأربعاء 23-11، الخميس 25-13، ونفس الحرارة متوقعة يوم الجمعة مع طقس صافي بشكل عام. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.